ها هن حرائر عندان، ها هن عفيفات عندان، يخرجن مطالبين للجيش الحر بالتوحد، يخرجن مطالبات لأولئك الشباب القاعدين، للمتقاعسين عن الجهاد، لمن رضوا بالذل والهوان وجلسوا في تركيا، لمن جلسوا في بيوتهم، لمن ذهبوا إلى أعمالهم وتركوا الجهاد، تركوا الدفاع عن الحرائر، تركوا بيوتهم نهبا للعصابات، وتركوا دماءهم، وتركوا دماء الشهداء، تركوهم لتقوم هؤلاء العفيفات، لتقمن هؤلاء العفيفات بالدفاع عنهن. هن قادرات على حمل السلاح، لكن ينتظرونكم أن تقوموا أنتم بهذا. أيها الشباب المتقاعس، أيها الشباب الذي لم تعد لديك النخوة، إلى متى تنتظر؟ ها هم المجوس قد وصلوا إلى حدود بلادك، ها هو بيتك سيتعرض للاحتلال والنهب قريبا، فلمن تنتظر؟ عليك أن تسارع اليوم وقبل الغد، أن تدافع عن بيتك وعن أعراضك. ها هن نساء عندان اليوم خرجنا ليقلن للعالم جميعا، نحن النساء العفيفات، نحن الحرائر، لن نرضى بالذل، ولن نخرج من بلادنا، لن نستسلم للطغاة، لن نهرب، نحن باقون هنا، نحن صامدون، نحن صابرون، ونطلب من جميع الشباب المجاهد أن يقف صفا واحدا للدفاع عنا، فإن انتهوا هم فنحن جاهزون. الله أكبر ولله الحمد.